هي صور لوضعية الطفلة بشرى التي عجزت مستشفياتنا عن إيجاد علاج أو حتى تكفل من طرف الوزارة الوصية لنقلها إلى الخارج بعد الوعود التي ذهبت أدراج الرياح. لازم لها بريزون شارج، جاي لازم يكون عندكم دونور. درت لي بيلون كامل، طحت مع كومباتيب، بعد ما كان والو. ما داوها ما والو، خلوها لي تسوفير هنا. المستشار الصحة واش قال لهم؟ قال لهم نهار اللي يكون كاين دونور نبعثوهم. هكا قال لهم حنا ها قال لهم لازم كاشير من عند بروفيسور دبزي. انا ها كاشير لي فيها بروفيسور دبزي دارني باللي ني كابابل نقدر نمد البنت. تقاعس السلطات وغياب الوزارات المعنية بحالة الطفلة بشرى جعل سكان ثنية الحد بولاية تسمسيلت يقفون وقفة رجل واحد في هبة تضامنية تقشعر لها الأبدان. هذه الوقفة اللي قامت اليوم من أجل إنقاذ حياة بشرى، هذه البنت البريئة اللي وصلت بها أنها في بلد المليون مليون شهيد، ما قدرتش حتى باش يدوها ويعالجوها. الشعب مساكين راهم نايضين معانا والله، ما هم يردوا في الليل، يديروا شحيحات في الطوق ويروحوا يلموا ذراري صغار ويجيبوا لنا. مي لا غالب 2 مليار شكون يلحق لها؟ ندوموندو من الوزاره تعاوننا ان شاء الله بربي يدوا لي بنتي. ها هي بشرى تلتزم الفراش وتنتظر بشرى ساره من السلطات المعنيه لتكون مثل اقرانها وتتمتع بطفولتها.